نشكر الآباء المباركين سابونا إسحاق وسابونا كرولوس على دعوتهم ومحبتهم لينا. الله يعوضهم كل سنة طيبين جميعا. محتفلين بالست العذراء مريم وهي دائما يعني شفاعتها معنا ومباركتها معنا دائما. الست العذراء مريم دائما يعني تمتاز بالهدوء وعدم الكلام الكثير، ويمكن دي نادرة في الأيام دي إنه الواحد ما بيتكلمش كثير، خصوصا في الستات اللي بيتكلموا كثير. يعني كل ست تبص لست العذراء مريم وتقول لها إيه، علميني الصمت وعلميني الهدوء. في آية بتقول إيه، إن صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك لأن الهدوء تسكن خطايا كثيرة. يعني ايه الكلام ده؟ ايه روح المتسلط دي؟ اذا صعدت عليك ما تشيلش مكانك. يعني في روح يعني بتركب في الانسان كده، روح غريبة، روح عفرتة، روح يعني روح بتاعت عصبية، روح لخبطة. الواحد بتركب الروح دي زي يعني طبعا مش روح شيطانية، احنا ما بنتمناش شيطان ولا حاجة، لا، إنما في روح عصبية بتركب في الواحد كده. فالكتاب يقول لك إذا ركبتك الروح العصبية أو الروح دي لا تترك مكانك، إنما اهدى شوية لأن الهدوء يسكن خطايا كثيرة. يعني مثلا الواحد من الرجالة يوم من الأيام يدخل بيته خبط ويرزع ويضرب ويكورك ويعمل حاجات كثيرة، وبعدين مراته ايه تبص له كده تقول له ايه النهارده انت راكبك روح نرفزة كده ليه؟ ليه الروح المتسلط ده راكبك ليه؟ هو ده روح المتسلط. روح المتسلط ممكن ان تركب في الانسان او تيجي الانسان يكون عنده روح نقد، يعني واحد يعني ما فيش حاجه عجباه، يقعد ينقد كل الناس اللي حواليه من اكبر واحد لاصغر واحد، يقعد ينقد في اي انسان. دي اسمها روح النقد. وروح النقد دي لما تيجي على اي واحد فينا، الايه بتقول ايه؟ الروح النقد دي اترك، لا تترك مكانك، اهدى شويه، اقعد كده واهدى وخليك كده في سكون لحد ما الروح الغريبه دي تروح منك. يعني مثلا روح النقد دي مره جات لأيوب. أيوب النبي بعد ما دخل في تجارب كثيره قاعد يعني يقول ربنا انت سايبني وانت يعني عينك مني وانت يعني سايب الاشرار هم بتبارك لهم واحنا اولادك مش بتسال فينا، وانت يعني معذبنا ومطلع عيننا. ايه ده؟ ده روح نقد، ده روح متسلط اسمه روح النقد. تقول ربنا كده، لكن توصل لبعض بعض المرات الواحد يقعد يتكلم روح نقد لربنا نفسه. لا اترك لا تترك مكانك، اهدى شويه كده وصلي فرمل شوف انت بتكلم مين. يونان النبي برضه مره ركبته روح نقد كده، وقاعد يقول لربنا بعد ما ايه يعني نجى اهل نينوى ورحمهم، هو قاعد ينقد ربنا، قال له خدني انا مش عايز اعيش، موتي خير من حياتي. وبعدين ربنا قال له ايه مالك مالك يا يونان؟ قال له انت اصلك انا من الاول مش عايز امشي، وانت وانت وانت. فقعد ينقد ربنا. طبعا ربنا قال له ايه، اهدى اهدى يا يونان كده، اهدى، جيب لك كوبايه نموم كده وتقعد كده في الضله ونعمل لك تفكيره كده واهدى وايه نتفاهم شويه. طبعا ما بيزعلش ربنا من اولاده لما يعني بيزعلوا، وانما دي روح متسلط لما تركب في الانسان. ربنا قال لك والكتاب بيقول لك لا تترك مكانك. مره واحد يجي يقول ايه، مراتي مش بتحترمني ومراتي مش بتحبني ومش مقدراني، يقوم الشيطان يجيب له روح النقد ده. قول ايوه يا عم، مراتك مش بتسال فيك، ومراتك اصبح انت يعني العيال دلوقتي اهم منك،
وانت ولا هاممها وانت وانت. وبعدين ايه روح النقد دي ايه يعني تيجي فيه تركبه. اي عم ما مراتك بتحبك وكل حاجه بتحترمك، مش على مره ان هي قصرت في واجب من ناحيتك معناتها ان هي بتسيبك او مش مهتمه بيك. انما الواحد بيركب روح النقد دي. طيب ازاي تخلص من روح النقد دي؟ يعني فكر ايجابي، قول لا اصل مراتي بتحبني ومراتي بتحترمني وهي يا ما عملت لي ويا ما سويت لي، ومش يعني جعل طلب واحد انا يبقى يعني بعمل كده. انما دايما الواحد يفكر فكر ايه ايجابي، عشان كده يقول لك ايه ان يعني ركبتك روح النقد دي فكر فكر ايجابي، لا تترك مكانك، اهدى، فرمل، اعمل حسابك انك انت ايه يعني لا تنقض احد ابدا. عشان كده اذا جاك فكر يوم من الايام، اي فكر متسلط عليك، فكر غل، فكر غيظ، فكر غضب، فكر نرفزه، فكر عصبيه، من فضلك الخطوه الاولى اهدى، لا تترك مكانك، ادخل اوضتك، صلي وارفع قلبك لربنا وقول له رب ايه شيل مني الافكار دي، لان الافكار دي لما تيجي على دماغك فرملها، لو لزلت على لسانك هتبهدل الدنيا، يا اما تكسر راس حد، يا اما تولع الدنيا، يا اما هتخرب الدنيا كلها. عشان كده يقول لك ان تسلطت عليك روح المتسلط، او اذا ركبتك روح المتسلط دي اهدى، اسكن شويه، لا تترك مكانك، لان الهدوء يسكن الخطايا كثيرا. مره واحد برضه ممكن تركبه روح بتاعه غضب، ان صعدت عليه روح المتسلط لا تترك مكانك، لان السكون يهدي خطايا عظيمه. واحد مثلا مره يغضب غضب كده شديد، ولما يغضب غضب شديد يكسر الدنيا. الكتاب بيقول لك لا، اهدى شويه من فضلك، فرمل. احكي لكم حكايه عن داود. داود النبي ده كان راجل عظيم، وكان راجل هادي وديع متواضع، بيتعامل مع شاول في غايه الاتضاع، لان انتوا عارفين شاول ده نرفز كده وعصبي، فنتعامل مع الناس العصبيين بهدوء وبحكمه بيكون عنده طول بال. فداود ده كان طويل البال، لكن يوم من الايام ركبته روح غضب، إن صعدت عليك روح المتسلط لا إيه؟ لا تترك مكانك. أنا بعيد الآية عشان نحفظها. فقام داود ده يوم من الأيام كان هربان من شاول وقعد في البرية، واشتغل شغلانة إن هو يحرس غنم الناس. فقام كان حرس غنم واحد اسمه نابال. فقام جاء موسم اسمه موسم جز الغنم، يعني يجز الغنم كده ويذبحه في عيد يعني. فقام داود بعت الرجال بتوعه قال لهم امشوا النبال قولوا له، يعني احنا بقالنا سنتين بجز الغنم ماخدين بالنا في جز الغنم وحراسة الغنم، يلا شوف حق الرجالة اديهم حقهم. فقالوا له حاضر. مشى الرجال عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا نبال. نبال ده كان رجل غني، بس كان رجل يعني احمق، يعني كلمة نبال احمق، وما كانش الا يفكر في نفسه وخلاص. جابوا الرجالة مشوا لمين؟ مشوا لنبال قالوا له داود بيقول لك ادينا حقنا. فقام هو ايه بكل جلاطه وكبرياء كده قام قال له مين يطلع ابن ياسا ده؟ حتى ما قالش داود يعني. مين يطلع ابن ياسا ده يعني لمم لي الحراميه حواليه؟ اي واحد حربان من سيده يجي يمد يده يشحت؟ يلا امشي، ما عنديش حاجه عندي، ما عندكمش حاجه عندي. يا عم ادينا حقنا يا عم، احنا حارسين الغنم بتوعك سنتين. قالوا انتوا ما عندكوش حاجة عندي. وبعدين راحوا الرجال كلموا مين؟ كلموا داود. قالوا له ايه؟ النبال ده قال انت ما عندكش حاجه عنده. اول ما سمع كده داود ركبته روح المتسلط، روح العفرده، روح الغضب، روح الانتقام، روح الغل. قال اه يعمل فينا كده؟ طيب انا هوري له، انا مش هسيبه. ايه يا داود هتعمل ايه؟ يلا يا رجاله كل واحد يشيل سيفه ويمشي ورايا. ها
هتعمل ايه؟ هموته. يا موته ده انت راجل وديع محب، ده انت كنت تمشي ورا شاول، تقول يا شاول وراء من تجري، وراء كلب، وراء برغوت، انت وديع محب. لا لا، ركبت عليه خلاص روح المتسلط، روح الغضب، وراح يموت نبات. وساعتين ماشي في السكه وهو ايه يا جماعه ركب الحصان بتاعه، ويقول الكتاب فقال داود، يعني قال في نفسه ساعتين عمال روح الغضب دي تطلع فيه. شوف قال ايه، باطلا حفظت لهذا الانسان غنمه في البريه. يعني يا خساره تعب الرجاله اللي قاعدين سنتين يحرسوا الغنم ده. وبعدين قال ايه، فلم يفقد في كل ما له فكافأني بدل الخير شر. يعني قاعدين نحرس له بدل ما يدينا خير يدينا شر. وبعدين الغل والغيظ اللي كان في روح المتسلط اللي فيه قال ايه، هكذا يصنع الله لاعداء داود وهكذا يزيد ان ابقيت في كل ما له الى ضوء الصباح بائلا بحائط. بائلا بحائط يعني ايه؟ يعني بائل بحائط يتكلم بيقول على الكلب، يعني كلب دايما يتبول على الحيطه. فهو قال له ايه، انا ما بقاش داود اللي يقول علي يعني ابن يسى، انا الملك يجي يقول علي انا لم الحراميه، انا حمشيله ومش حاسب له ولا كلب حتى ببيته. شوف روح المتسلط لما تركب في الانسان تعمل له ايه. وفعلا كان رايح كده ومشي على نبال عشان يقتله. طبعا انت عارفين بقى القصه انه رجال ابي جاي كان عنده مره اسمها مين؟ ابي جاي، وكانت ست حكيمه مش كده؟ فقاموا قالوا لها الحق ده داود جاي يقتل الراجل. على طول هي قالت لهم طيب يلا جيبوا الهدايا وتعالوا ورايا. وفعلا شالت له الهدايا ومشيت جريت ولحقته في نص السكه قبل ما يوصل لرجلها. واول ما قابلته ركعت تحت رجليه وسجدت له وقالت له حقك علي يا داود، معلش سامح راجلي، ده راجل احمق وراجل تعبان في مخه، معلش انت راجل يعني خساره واحد عظيم في عظمتك يغلط غلطه زي كده ويموت واحد احمق زي كده، معلش انا لو شفت الرجاله دول جايين ياخدوا حقهم صدقني كنت اديتهم حقهم وزياده. فقام داود قال لها ايه، اشكرك لانك إيه منعتيني عن اتيان الدماء والانتقام لنفسي، انا اشكرك لانك هديتيني شويه، اشكرك لانك يعني شلت مني روح العصبيه وروح الغضب، لان انا كنت ناوي فعلا يعني مش هسيبه ابدا. طبعا داود في الوقت ده يا جماعه لا صلى ولا صام ولا سأل ربنا ولا قال له يا رب أعمل إيه ولا أي حاجة من الحاجات دي، وإنما ركبت عليه روح المتسلط. فلولا أبي جاي الست الحكيمة فعلا كان هيموت الراجل ويقع في خطية كبيرة. إن صعبت عليك روح المتسلط ها لا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. روح المتسلط دي، روح الغل وروح العصبية دي مرة ركبت في أولاد يعقوب، واحد اسمه روبين والتاني اسمه إيه؟ مين فاكر؟ شمعون، الأبكار بتوع يعقوب. فقاموا يعقوب أخذ أولاده ومشوا حتة اسمها مرة شكيم، سكنوا هناك في شكيم دي. وبعدين أهل القبيلة هناك اسمهم الرجل الكبير بتاع البلد اسمه شكيم. وبعدين سكن يعقوب وأولاده في المنطقة دي، وقال ابن شكيم ده اتعرف ببنت يعقوب ويعني ايه شكسوا كده مع بعض وحبوا بعض كده يعني، وبدوا يتجابلوا كده مع بعضيهم. وللاسف الشديد طبعا ايه دخل الجسد وقام غلط مع بنت يعقوب وزنى معاها. الواد مشى لابو شكيم قال له ايه؟ قال له يا ابويا انا عملت غلطه كبيره. قال له عملت ايه يا ابني؟ قال له انا تعرفت بدينا دي بنت يعقوب وانا يعني غلطت معاها. طب قال له نعمل ايه دلوقتي؟ قال له انا مستعد اتجوزها، بس روح لابوها وقول له انا مستعد اتجوزها. قال له خلاص يلا تعال معايا. فراح معاه قام قال شكيم ليعقوب، شوف بص يا يعقوب صراحه كده ولدنا غلط مع بنتكم. يعقوب اتضايق وزعل، قال له لا تتضايقش احنا هنحل الموضوع، يعني احنا هنجوز يعني لو وافقتونا نتجوز بنتكم لولدنا وندفع مهر واللي انتوا عايزينه يعني نديهولكم ونبقى كده حبايب
والناس بعد ايه رايك يا يعقوب؟ قال له كان متهيج يعقوب وبعدين ايه ما اداش كلمه. قال له ابقى اشوف. مين كان في الشغل في الحقل؟ ربيم وشمعون. واول ما جه ربيم وشمعون جم يعقوب ابوهم قال لهم ايه؟ تعالوا يا اولاد احكي لكم حكايه. قالوا له ايه يا ابويا؟ قال لهم اختكم دينا عملت كيت وكيت 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 مع ابن شكيم. يقول الكتاب ولما سمعوا اغتاظوا جدا. اغتاظوا جدا يعني ايه؟ ركبت فيهم روح العصبيه، روح المتسلط. ركبت فيهم ريح الغل والغيظ والكراهيه. وايه ده؟ ازاي يعمل في اختنا كده؟ فقاموا اخذوا بعضهم كده قالوا له يا ابوي هنرد عليك. ثلاث ايام اخذوا بعضهم كده ومشوا ايه؟ عملوا حته دي المؤامره ما تخرش الميه. راحوا ليعقوب وقالوا له بص يا يعقوب يا ابونا احنا موافقين انه اختنا تتجوز مين؟ تتجوز ابن شكيم. لا بس على الشرط، عشان احنا يهود هم مش يهود، لازم كلهم ايه؟ يختتلوا عشان ابنه زينا. فقام قال لهم بسيطه اذا كده كلهم اختتلوا زينا عشان تبقوا كلكم يهود. وفعلا قاموا مشوا لشكيم، يعقوب مشى لشكيم قال له خلاص الاولاد موافقين انه تتجوزوا دينا، ولدكم يتجوز دينا بابتداء، بس الشرط الوحيد انه القبيله كلها من اولها لاخرها لازم تقتتلوا عشان احنا يهود ولازم تبقوا يهود زينا. الولد بقى ايه؟ عمل ناصح وقال له ايوه يا ابويا خلاص نقتتل، ودول ناس غلاي ونبقى يعني نورثهم وهم ياخذوا خيرنا واحنا ناخذ خيرهم، وايه وزغرتوا وعملوا الفرح. وقبل ما يعملوا الفرح ايه؟ قاموا الجماعه اختتلوا كلهم اهل شكيم، وهم لسه جرحهم ومجروحين في جرح الاختتال، نزل عليهم يعقوب وروبين بالسيف ولمحوهم كلهم. موتوهم كلهم. شوف شوف روح الغضب وروح الغل ده لما يجي في الواحد يعمل ايه؟ موتوهم كلهم من اولهم لاخرهم. يا يعقوب طبعا ما يعرفش. قام قال لهم ايه اللي عملتوه فيا ده؟ انتوا كده كتبتوني، انتوا كده في عهد بين القبائل ما فيش حد يقدر بالقبيله الثانيه، انا اعمل ايه دلوقتي؟ اخذ بعض يعقوب ومشى حته بعيده. وبعدين زعل منهم جدا. وتمر الايام والسنين ويعقوب ايه؟ على سرير الموت ويقول لروبين وشمعون انتوا الابكار لكن مش هديكم البركه. انتوا ملكوش اي نصيب في البركه. انا مش هبارككم لانكم كذبتوني وزعلتوني وزعلتوا ايه؟ اخواتكم، وانا مش هديكم بركه خالص. شوف ريحه الغل والتسلط والغيظ لما تركب في الانسان يبقى الانسان ايه؟ بيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه، ويكون الموضوع بسيط جدا. لان الموضوع فعلا محلول، لان الناس قالوا احنا متاسفين واحنا يعني ولدنا غلط وهندفع مهر وهنعمل لكم ونسوي لكم اللي انتم عايزينه وسامحونا وهنلم الموضوع، الموضوع محلول. انما روح الغل لما تدخل في واحد روح الغضب يعني تبوظ الدنيا ويعني يكون في خساره كتير. روح الغل والكراهيه دي يعني والغضب لا، يقول الكتاب ايه؟ ان تسلطت عليك روح المتسلط لا تترك ايه؟ مكانك، بل اهدى لان السكون يهدئ خطايا كثير. روح الغضب دي مره ركبت في مين؟ في هيرودس. هيرودس الملك طبعا كلنا عارفين، مش كده يا جماعه؟ هيرودس ده يوم من الايام جو له المجوس وقالوا له، المجوس ده طبعا ملوك مش كده؟ عارفين المجوس ده يعني شغلانتهم ملوك مش كده؟ جو له وبعدين لابسين اللبس الملوكي ده، وتقريبا استقبلوهم بالاستقبال الملوكي، هيرودس استقبلهم وهم طبعا النجم قال لهم في ملك اسمه ملك اليهود هيتولد. هم طبعا قالوا اول ما ملك خلاص هيكون في قصر الملك، نروح نسال الملك، الملك المعاصر. الملك المعاصر كان اسمه هيرودس. على طول دور ومشوا فين؟ على قصر هيرودس. قالوا له يا سعاده الملك انه في ملك هنا يتولد. قال لهم مفيش ملك يتولد. قالوا له لا، النجم بيقول لنا في ملك ايه؟ يتولد. قال لهم انا ما اعرفش. فقام هيرودس نادى كل رؤساء الكهنه وقال لهم شوفوا النبوات بتاعتكم بتقول ملك اليهود ده هيتولد فين؟ فقام جه رؤساء الكهنه فتش الكتب قالوا له ملك اليهود هيتولد فين؟ في بيت لحم.
قام هيرودس قام قال له خلاص روحوا فتشوا، قال للمجوس روحوا فتشوا بيت لحم ولما تلقوه ارجعوا لي تاني عشان انا ايه اروح واسجد ايه واسجد ليه، لانه اذا انتوا كنتوا منهم جايين من اخر الدنيا جايين تسجدوا وانا الملك اللي هنا في يعني جنبي ما اتشدش. وطبعا كان بمقر الكلام ده لانه كان عايز يخلص على مين؟ على المسيح. فهم قالوا له حاضر. طبعا مشوا طلع من جسر هيرودس تتبع النجم ومشى مشى 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 النجم لحد ما شاور لهم على كوخ صغير. انتوا عارفين المجوس زاروا المسيح بعد كم يوم؟ نفس الليلة؟ بعد شهور مش كده؟ يعني الصورة اللي بتشوفوها المجوس والرعاة سجدين في المزود دي صورة غلط يا جماعة من الصورة صح، لأنه اللي زاروا المسيح في المزود مين؟ الرعاة بس، لكن المجوس ما زاروش المسيح في المزود لأنه هو كان خلاص اوريدي طلع من المزود وقعد بره في كوخ لثلاث أربع شهور. المهم شاورهم من النجم عن الكوخ ودخلوا لقوا الرب يسوع المسيح والعذراء مريم ويوسف سجدوا وقدموا الهدايا ذهب واللبان وايه ومر وطلعوا. اول ما طلعوا قام جبلهم مين؟ الملاك. قال لهم اوعوا ترجعوا لهيرودس لانه هيرودس عايز يموت الصبي، ارجعوا تاني لبلادكم. قاموا رجعوا لبلادهم. مين سمع؟ سمع هيرودس. يقول الكتاب ايه؟ ولما راى هيرودس ان المجوس سخروا به غضب غضبا شديدا جدا. ركبته روح الغل وروح الغضب وروح الغيظ وروح الكراهيه، ازاي يعني يسخروا بيا وازاي يسيبوني كده وانا قلت لهم لازم يرجعوني؟ اكمنهم يعني ملوك يهود يعني غرباء جايين يعني يستسخ يعني يمسخرونا وانا الملك ما يرجعونيش؟ طيب طلع أسوأ قرار في حياته وهو غضبان رجب عليه روح المتسلط، قال كل طفل في البلد لازم يموت من سن يوم لسن سنتين، وبعت الجنود كلهم بالسيوف قطع رقاب الأطفال دي كلها 144 عين قتلهم. يعني شوف العيال على يعني حجور أمهاتهم يمسكون يطبعوهم بالسيف. يا شوف روح الغضب لما توصل على الإنسان ده، يعني لو كان هدي شوية وكان قال أنا يعني أخذ القرار بكرة ولا قال طب أهدي طب أشوف بكرة أعمل إيه، طب ما ذنب الأطفال الصغيرين اللي حيموتوا دول ذنبهم إيه؟ إنما هو إيه؟ وأنا هدي وأنا صلى وأنا عمل، إزاي هم يسخروا بيا وإزاي هم ما يرجعوليش؟ وطبعا إيه؟ غلطة زي دي كلفته كتير جدا لأنه إيه؟ لأنه ربنا رفضه بعد كده. إذن يا جماعة خلوا بالكم، إن تسلطت عليك روح الشرير، ها؟ من حفظ الآية، إن تسلطت عليك روح الشرير، ها؟ لا تترك مكانك لأن الهدوء يسكن خطايا كثيرة. لا تترك مكانك يعني وقف الأفكار من فضلك. إهدى شوية، صلي، ادخل صلي، إهدى. وما تخليش الأفكار تسيطر عليك لأنه ممكن بعد كده تطلع قرارات صعبة جدا. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ البطيء الغضب خير من الجبار. يعني إيه البطيء الغضب خير من الجبار؟ طب مش أحسن يقول الذي لا يغضب خير من الجبار؟ طب ليه قال البطيء الغضب؟ يعني معناها إنه في أمور أنت لازم تغضب فيها لازم، لكن لما تحب تغضب خليك بطيء ايه؟ خليك بطيء في الغضب. مثلا النتيجه ظهرت الخميس اللي فات بتاعت الاولاد، اكيد في عيال يعني بلطوا في السكه، انما ايه؟ يعني ايه اللي يحصل؟ لو مثلا انك بعد الف شر يعني جه بلط في السكه وبعدين جه قال لك يا بابا انا النتيجه وحشه، لو مسكته وضربته وهزأته وشتمته وقلت له انت مش نافع، انت فاشل، اخوانك احسن منك، انت قصدك كده، وانا ياما كلمتك تذاكر وانت وانت وانت، صراحه تربيتك فاشله. تربيتك فاشله فعلا، لانه ايه؟ يعني هو هيكرهك ويكره
اللي حواليك ويكره المذاكرة. الحكاية دي حصلت معاك ولا انت تعرف؟ مش عارف اول مرة في حياتي بستغرب المنظر ده. بيضحك عامل معاك كده يا زلمة. إذا حصل معاك كده صراحة كده أنت تربيتك فاشلة. ليه؟ لأن هكره أبوه وهكره أمه. ده حصلت معاك أنت؟ ضربته؟ ها؟ أبوك قال لك اطلع بره البيت؟ عشان كده مشيت بره البيت. المهم طبعاً أنت المفروض إيه؟ تكون بطيء الغضب. البطيء الغضب خير من إيه؟ من الجبار. مفروض تعمل ايه؟ مفروض انت، انا مش هقول لك ما تغضبش، لا مفروض تغضب. ليه؟ لانه لما تغضب يعني انت لازم تغضب لان النتيجه وحشه، انما لازم تهدى. اهدى لان الهدوء يسكن خطايا كثيره. ادخل اوضتك صلي اهدى اجل الموضوع يوم اثنين، جيبه في اليوم التالي وضخه انبه كلمه قول له اللي عملته ده غلط. وانا صراحه ما كنتش اتمنى ان النتيجه زي كده، وانا ما قصرتش معاك وانا عملت معاك كتير. طب ليه انت جبت نتيجه زي كده؟ بهدوء غضب، بس هيكون بهدوء لانه بعد 3 ايام من ظهور النتيجه هو طبعا هيستفيد من الكلام، وهو هيبتدي السنه الجايه صح وياخدها فعلا جد، وطبعا يعني هيحبك ويحب المذاكره ويبتدي من اول ايه؟ من اول جديد. عشان كده يا جماعه يقول البطيء الغضب اوعى تغضب لانه ان تسلط عليك روح الشرير لا تترك مكانك. اهدى ووقف الافكار دي خالص. عشان كده يعقوب الرسول يقول ايه؟ ليكن كل انسان مسريعا في الاستماع مبطئا في ايه؟ في التكلم، مبطئا في ايه؟ في الغضب. يعني لما تتكلم كثير هتغضب بسرعه، فاهدى شويه ما تتكلمش كثير او ما تتكلمش بسرعه، لان سرعه الكلام تخليك ايه؟ تغضب كثير. لان يعني يا جماعه ياما مرات كثيره احنا بنقول ايه؟ يا ريتني ما اتكلمت، ليه تسرعت في الكلام؟ ليه غضبت بسرعه؟ يكن كل انسان مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. كل ما تتكلم بسرعه كل ما تغضب بسرعه. عشان كده يا جماعه يعني كلنا كده على بعضينا بنتحارب بالاستفزاز بصراحه، وبنتحارب بالغضب. لكن عشان يعني تنتصر تعمل ايه؟ اولا ما تتكلمش بسرعه، يعني طلع كلام بالراحه وما تاخدش قرار بسرعه. لا تتكلم بسرعه ولا تاخد قرار بسرعه، لانه الكلام بسرعه هتدفع ثمنه غالي، تقدر هتحاول تلم مش هتقدر تلم بسهوله، والقرارات السريعه برضه هتكون قرارات كلها غلط. عشان كده روح المتسلط مره تيجي في روح الغيره، ان تسلطت عليك روح المتسلط ليه؟ لا تترك مكانك لان الهدوء يسكن خطايا كثيره. كلنا بنتحارب بالغيره يا جماعه، كلنا. مين غار من مين؟ شاول الملك. شاول الملك ده مره غار من مين؟ من داود النبي. طبعا كان قاعد مكدر كده وتعبان. ايه اللي حصل؟ ان واحد كبير كده بطول عرض اسمه جولياط الجبار. جولياط الجبار ده قاعد يكدر شاول يقول له يلا اللي غلبني انا يعني نبقى ليكم عبيد، بس الراجل فيكم يجيني. وشاول طبعا تعبان، لحد ما عارفين القصه جاء داود العير الصغير زي كده ده ومعاه ايه؟ حجر صغير طاخ في راس جولياط الجبار. جولياط ايه؟ رجع ومات، كلهم فرحانين. راجع مين؟ راجع داود وشاول بالبلد، والبلد كلهم استقبلتهم بايه؟ بالطبول وبالاغاني وبالزغاريد. الستات دايما بيجيبوا المشاكل صراحه كده. الستات جابر الجماعه ايه؟ بالاغنيه اللي كلها ايه؟ مشاكل، وقعدوا يغنوا شاول قتل الوف وداود قتل ايه؟ ربوات. اغنيه طبعا مش حكيمه، لانه يعني مش المفروض يقولوا كلام زي كده. شاول ركبته روح المتسلط روح الغيره، ازاي وازاي يقولوا علي انا قتلت الوف
وده أودي يقول عليه فتر الربوات طبعا يعني خلاص ركبته ريحة الغل وريحة الغيرة وبيجي بالشايف شافها ضلمة خلاص وده يعني هيستولى الملك بدل عني وده مش هيفوز عليا وهيحبه أكتر مني يا عم أنت شوية يا عم إيه روح المتسلط ليه راكبة عليك روح الغيرة دي يعني شوف نفسك ده أنت ملك عظيم ده حتة عين أنت بتقارن نفسك بحتة عين فقرروا كده وانت كده وطلع الافكار الوحشه دي من بالك خالص انما هو من ساعتها انا لازم اموت هموت يعني هموت يا عمي ده رفع راسك وده نجاك من يد جوليار ليه بس روح المتسلط تركب عليك روح الغيره دي وانما جرى وراء لحد ما يوم من الايام يونسان ابن شاول كان بدافع عن داود قال له ده ما عملكش حاجه يا ابويا ليه بتعمل فيه كده روح الغيرة والتسلط طاح ضرب ولده بين الشاب كده كان هيموته بس ما جاتش فيه خير شوف روح التسلط والغيرة دي تيجي ممكن تموت الواحد غيرة قاتلة وكان هيموت بنته برضه اسمها هيك مكان عشان برضه دفعت عن داود ولكن طبعا ايه ما عرفش ايه ده خالص من فضلك من فضلك من فضلك ان تسلطت عليك روح المتسلط لا اترك مكانك اهدى اهدى من فضلك فكر كويس لان الهدوء يسكن ايه خطايا كثيره يوم من الايام روح الغيره دي دخلت في واحد اسمه قايين انتوا طبعا عارفين قايين قايين ده راجل يعني هو هابيل يوم من الايام ربنا جيب ذبيحه هابيل وما جيبش ذبيحه مين قايين دخلت روح الغيرة والتسلط ازاي وازاي ربنا ما يقبلش ذبيحتي او تقدمتي انا ويقبل تقدمة اخويا انا همسكه حموته حموته يعني حموته يا عم عمل لك ايه ده هو ما عملكش حاجه ده اللي عمله الصح انه قدم حاجه صح وبعدين ربنا شايفه انه ركبت عليه روح المتسلط روح الغيره فقام قال له اهدى شويه اهدى شويه يا قايين اهدى ان احسنت افلا رفع يعني ايه يعني لو حسنت من تقدمتك هرفعك زيك وزي اخوك انا مش بميز بينك وبين اخوك وانا بتحيز بينك وبين اخوك بس ارفع التقدمة بتاعتك شوية او حسنها فهرفعك زيك وزي اخوك انما الغيرة ما تاخدكش انما هو طبعا ايه زي اب كده بيقول لابنه يا ابن حبيبي انت المرة دي ما جبتش كويس المرة الجاية تجيب كويس ما فيهاش حاجة انما هو طبعا ايه يعني ركبته روح المتسلط وربنا قال له ايه خلي بالك يا قايين عند الباب ها خطيه رابطه يعني على باب قلبك في خطيه الغيره في وحش منكسر جواك هيضيعك وانت تسود عليه يعني انت دلوقتي في يدك تسود على الغيره دي طلعها طلعها يا قايين اهدى واقعد مع نفسك وقدم تقدم احسن هو لا هو طبعا يعني ما سمعش الكلام وده كلام يعني في فجر التاريخ لا حد بيكره حد ولا حد بموت حد ولا حد سمعنا موت قتل حد انما هو اخذ اخوه طبعا بغدر كده في البريه ومسك اخوه ايه وموته ان تسلطت عليك روح الشرير ها لا تترك مكانك لان الهدوء يسكن خطايا كثيره احكي لكم برضه حكايه اخذ منكم 10 دقائق ولا خلاص ما 10 دقائق بس امسكوها في الساعه تيجي 10 دقائق بروح قوم يا ابونا خلصت ماشي روح الغيره دي جات في مين جات في ام يعقوب ام يعقوب يوحنا يعني يعقوب يوحنا كان عندهم ام كده يعني تغيظ شويه صراحه عملت ايه مشت للمسيح وقالت له شوف يا رب يعقوب ويوحنا دول اولادي يشرفوك شرفوك وليه الباقيين يشرفوك شغل ايه؟ وخلي بالك هم عمرهم ما سابوك مني هم عرفوك طب التلاميذ سابوه يعني وخلي بالك وهم 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 احسن من التلاميذ كلهم وبعدين طيب عايزه ايه يا ستي يا ام يعقوب يعني؟ قالت لي شوف لما تدخل اورشليم خلي واحد على يمينك والتاني خليه ايه؟ على شمالك هما طبعا ست ام يعقوب دي الظاهر ايه صوتها عالي شويه والتلاميذ سمعوا اول ما سمع يقول الكتاب ايه اغتاظوا غيظا شديدا ركبت عليهم روح الغيره وروح التسلط
وابتدوا انه يمسكوا بعض ويغيروا من بعض. ومين اللي اشمعنى هم يعني واحد على اليمين واحد على الشمال واختازوا جدا جدا ودول يشرفوك؟ طب احنا مش بنشرفك ودول احسن ناس ليه ودول ودول ودول؟ وهو طبعا ايه المسيح اول ما شافهم بيعملوا كده قام يقول لك الكتاب ايه انتهرهم شديد، قاعد يزعج فيهم يقول لهم ايه اللي تفكروا فيه ده؟ ليه ركبت عليكم ريح الغيره والتسلط؟ يعني اللي عايز فيكم يكون اول يكون ايه؟ يكون اخير، واللي عايز يكون فيكم عايز يكون فيكم في الاول والسيد يكون ايه؟ يكون هو الخادم فيكم. فقام جاب لهم طشت كده وقال لهم ايه؟ اللي عايز يكون سيد يخسر رجال الناس، مش تقولوا الاول فين؟ ومش تقولوا مين السيد؟ ومش تقولوا الكلام ده ما يجيش علينا هنا في الارض، لا لا لا، اوعى حد فيكم يتكلم كلام زي كده خالص، ممنوع الكلام في الحاجات دي خالص. والكلام ده يا جماعه يعني خلاص جربوا من الصليب، يعني ليهم مع المسيح سنتين وبيعملوا معجزات ودول ناس يعني قديسين، لكن ركبتهم روح الغيره وركبتهم روح التسلط. وانما المسيح لو المجد قال لهم ايه؟ اوعى حد فيكم ايه؟ يعني يبص على الاول، لان العهد يكون اول يكون اخر. ليه انا بغير من اخويا؟ ليه بغير من اخويا؟ ان انا ما ببصش على نفسي. من فضلك لما تركبك روح الغيره والتسلط انظر الى نفسك. يعني ايه انظر الى نفسك؟ الغيره بتيجي منين يا جماعه؟ انا ببص لاخويا هو عنده انا ما عنديش، هو بتجله ايه وانا بتجليش ايه، هو احسن مني او انا؟ لا يا حبيبي، عشان تروح منك روح المتسلط بص لنفسك، ولما تبص لنفسك هتلاقي نفسك عندك كتير جدا وعندك اكتر من اخوك، بس انت مهديكش ما قعدش ما ركز ركز، هتلاقي نفسك انك انت احسن من اخوك. وده اللي ضيع شاول يا جماعه، اللي ضيع شاول ان هو ما ركزش ابدا، مش مركز بانه هو احسن من داود. لو ركز وقال انا ملك عظيم وداود ده يعني نكره ولا حته عيل، ما كانش دخلت روح الغيره، ما كانش جرى ورا داود العمر كله عشان يموت داود. وانما ايه يعني خلوا بالكم ان الافكار المتصاعده يعني لما تركب في الانسان بتجيله روح الغيره. عشان كده ابتدت الافكار المتصاعده في شاول، ده هياخد مننا الملك، وراح قال لي ابني ونسان وشتم وشتمه شتيمه وحشه، مش هقولها لكم بس، لكن شتم وشتمه شتيمه وحشه جدا، وقال له ده هياخد منك الملك. فيونسان قال له يا ابويا ملك ايه بتتكلم عليه ده؟ ده الملك ده بتاع ربنا، احنا بكره ربنا يحدد مين الملك. وانما يعني ركبته روح المتسلط. عشان كده يا جماعه الايه في الاخير تقول ايه؟ لان الهدوء يسكن ايه؟ خطايا عظيمه. سكت لسانك، سكت ايه؟ لسانك، سكت لسانك لكي ما يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي ما يتكلم مين؟ الله. عشان كده يا جماعه دايما اتعود انك انت تسكت لسانك، مش تسكت لسانك بس، لانه في واحد ممكن يسكت لسانه لكن من جوه بيغلي. لا، سكت جوه وسكت ايه؟ اللي بره، مش البره بس، انما البره والجوه. الست العذراء مريم يا جماعه كان عندها هدوء، هدوء الداخل وهدوء الخارج. الست العذراء دي لما رجعت من الاصابات وهي بتخدمها، وهي راجعه ليوسف علامات الحمل ظهرت عليها، بطنها ظهرت. صور ودخلت ايه عند يوسف. يوسف قاعد يبص لها كده ايه بنظرات الشك، ايه ده؟ اللي حصل ده؟ عملت ايه بنت زكريا؟ الموضوع بحامل؟ وابتدى نظرات الشك ايه؟ تيجي في عينه. وهي يا عيني العذراء مريم تبص له وتشوف ان بنظراته من عينه تعرف ان هو بيشك فيها. انها ما تتكلمش. دي لو واحده ثانيه تقول له من عينك باين عليك الشكاك، يا شكاك انا تشك فيا؟ طيب انا هوريلك، انا هسيب لك البيت، انا هخرب لك الدنيا، انا مش هك. لكن هي ما تتكلمش خالص. انما هي ايه؟ كانت تحفظ كل هذه الامور ايه؟ متفكره بها في قلبها، انها ما تتكلمش خالص لحد ما يقول الكتاب اراد تخليتها ايه؟ سرا. يعني ايه؟ يعني كان عايز يقول لها بنت الناس اتكل على ربنا وامشي من غير سكات كده من غير ما حد يعرف، مع السلامه، لحد ما ظهر الملاك قال له
تمشي مين يا يوسف؟ الست العذراء اللي حامل بيها من ايه؟ من الروح القدس. عشان كده الست العذراء يعني حتى بالصلب، في الصلب يا جماعة يعني مين أم تشوف ابنها بتصلب؟ وهي ما تتكلمش خالص، ولا صرخت ولا صوتت ولا قال يا ابني يا حبيبي، هي كانت صامتة لا تتكلم أبدا. ولما شافته في القيامة ولا زخرتت ولا مشت اليهود غزتهم وكدتهم، ولا هي كانت ايه؟ صامتة. ولما شافته صعد للسماء ولا قالت له يا ابني حبيبي هتوحشني، رايح فين؟ هتقعد معايا شوية؟ هي كانت تسكت خالص متفكرة بها في قلبها. عشان كده يا جماعة لما تستفز خلي بالك، اهدى لا تترك مكانك. اديك تدريب للهدوء، اولا لما تستفز صلي صلاة يسوع الصغيرة اللي هي ايه؟ يا رب يسوع المسيح جدعة، يا رب يسوع المسيح الحمد لله الخاطئ، يا رب يسوع المسيح أعيني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب سيب مني روح المتصلب دي يا رب. تقوم تهدى. إذا عايز تهدى طلع الكلام بالراحة كلمة كلمة واحدة واحدة من فضلك، حط فلتر على لسانك. عارف الحنفية لما تحط لها فلتر تقوم الحنفية ايه؟ تطلع مية سرسوبة كده صغيرة كده مش كده؟ لكن مية نظيفة مش كده؟ لأن فيها فلتر. أنت كمان كده، لكن لما الحنفية ما فيهاش فلتر تطلع بخ وتطلع مية كده كتيرة وكلها ايه؟ وساخة مش كده؟ كمان لسانك كده إذا ما حطيتش عليه فلتر هيطلع كلام وسخ لو مأخذة يعني في الكلمة، هطلع كلام كله يعني مش كويس. انما حط فلتر على لسانك. يعني ايه فلتر على لسانك؟ يعني ضع يا رب حافظا، من حافظ الايه؟ حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. يعني ايه حافظا لفمي؟ مش هتكلم خالص؟ لا اتكلم، بس اتكلم بحساب. لما تطلع الكلمه طلع الباب ده، ما يطلعش كده على كلمات، لا كلمه كلمه واحده 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 واحده، تلاقي الكلام طالع بحساب وتلاقي نفسك انك انت هادي جدا. عشان كده اذا عايز تتعلم الهدوء طلع المشاعر الوحشه اللي فيك. فيك غيظ طلعه، فيك حقد طلعه، فيك مشاعر كره طلعها، فيك مشاعر انانيه طلعها. عشان كده الانبا ارسانيوس ده كان معلم اولاد الملوك، المعلم طبعا كان بيتكلم كتير مش كده؟ انما لما دخل الدير كل الكلام سابق.